ليبش لورين انشولا. اهلا بيكم تلاميذ وتلميذات الصف الثاني الثانوي. هويتي ماخن فيا فايتا فيدا هولونج. النهارده هنكمل مع بعض حصه المراجعه الثانيه بتاعتنا. كنا بدانا المره اللي فاتت مع فراو منيره، والنهارده هنكمل معايا معتز بالله سعيد، وهنشوف مع بعض هنراجع ايه. ده زين انزقيت سيله، هي دي اهدافنا. هنراجع الاورت سايت ان اوفيسيالا اوفيسيال ترين بارن فاربن. هنراجع مع بعض فيرب كونيجاتسيون زين واربايتن، البروبوزيتسيونن ام 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 فون بيس. هنراجع مع بعض البيرفكت ميت هابن، وهنتدرب شوية على الالتاكسيتاتسيونن بالشكل الجديد، وهنكتب ايميل واوسس. تمام، تعالوا فيا بيجينين ياتست. لما باجي اتكلم عن الساعة بقول ايه؟ السؤالين المهمين عندي للساعة: في شبيت است ايس، في فيل اور است ايس. حد هيقول لي انا فاكر ان شبيت معناها متأخر. ايوه، لكن ده سؤال على بعضيه. في شبيت است ايس، في فيل اور است ايس. فلازم وانا بذاكر درس الساعة في بعض الحاجات اللي لازم اعرفها كويس قوي، زي ناخ اللي معناها. حد هيقول لي ايوه ناخ معناها الى. لا، هي ناخ مع الزمن معناها بعد، وفور معناها زي بيفور قبل. وعندي كلمات زي فيرتل ربع وهلب نص. دي الكلمات الأساسية اللي لازم أبقى عارفها. في طريقتين للساعة: طريقة أوفيسيال، الطريقة الرسمي اللي بيتقال بيها النشرة، اللي بقرا بيها أسمع بيها الأخبار، اللي تتقال في محطة القطر. وفي طريقة غير رسمي، سهلة جدا جدا جدا. بقول الساعة الأول وبعدين الدقايق. يعني دلوقتي الساعة 10:05، يقول إس إست تسين و فونف، ولا ناخ ولا فور. إس إست تسين و فونف. طيب عايز أقول 10:30، إس إست تسين و درايسيش، العاشرة و30 دقيقة. طيب 10:30 و5، يعني 35 دقيقة. Es ist 10 Uhr 35. طيب 10 ونص اللي 5 اللي هي 10 25 دقيقة. Es ist 10 Uhr 25. دي الساعة الرسمية السهلة البسيطة اللي ما فيش فيها أي مشكلة. أحط الساعة الأول، بعد كده Uhr، بعد كده الدقايق. الساعة غير الرسمي فيها بعض الأفكار، وهي الساعة اللي بتكلم فيها مع أصحابي، مع الفاميلي. أقول مثلا الساعة 10:05، بص كده اقرا دي، اس ايست فنف ناخ تسين. ايه ده؟ يعني 5:10؟ لا، ما هنا بقى الساعة غير الرسمي معناها، الساعة غير الرسمي معناها ان انا بقول الدقايق الاول وبعدين الساعة، يعني بقول 5 دقائق بعد العاشرة. طب لما احب اقول 10:15 يبقى فيرتل ناخ تسين. طب 10:10 تسين ناخ تسين. طب 10:30، قال لك والله 10:30 فيها تكاية. أنا بقول إن هي فاضل لها نص، وهتبقى كام؟ هتبقى 11، فأقول نص ال11، أقول نص الساعة اللي بعديها، فأقول إيس إيست هالب 11. طبعا دي بيجي لي في التكست دايما، يجي يقول لي في التكست الساعة أحمد صاحي من النوم الساعة 10:30، ويكتبها لي كده، ويجي لي في التشويس تحت يديني إيه؟ هالب 11 ولا هالب 90؟ فأنت تجري تختار هالب 90 اللي هي معناها 10:30. لأ، هل بتسين معناها 9:30، فاضل لها نص وتبقى 10. هل بألف فاضل لها نص وتبقى ايه؟ 11، يعني 10:30. بنفس الطريقة 10:30 إلا 5، يعني 5 دقايق بعد نص العشرة، يبقى اس اس فنف ناخ هل ألف. ولما أقول 10:30 إلا 5، يعني 5 دقايق قبل نص العشرة، فده يبقى اس اس فنف فور هالب إلف. تمام، في بعض الكلمات اللي انا لازم اعرفها. بقول لك اس ايست كورتس فور تسين او جلايش تسين. كورتس معناها قصير، فمعناها هنا شوية صغيرين قبل 10، او جلايش تسين حقلا وهتبقى 10 لما تكون 9 إلا دقيقة، إلا دقيقة يعني 10 اسف إلا دقيقة او دقيقتين او 3، بس مش إلا 5 وما جاتش 10.
نفس الكلام لما تبقى 10 ودقيقة ودقيقتين وتلاتة، أقول إس إست كورتس ناخ تسي كورتس فور كورتس ناخ. وكل دول بسأل عليهم الساعة الرسمي أو غير الرسمي، بسأل عليهم بالسؤال بتاعي في شيت إست إيس أو في فيل أو إست إيس. نكمل مع بعض، نراجع الأول البروبوزيشن حروف الجر. عندي أم أم إن فون بيس. أنا بقول لك إن حروف الجر دي كلها خاصة بالزمن، ما دام خاصة بالزمن يبقى أنا هسأل عنها بإيه؟ قال لك طب نشوف الأول معناها. تعالى أما أقول لك أم معناها في تمام، بتيجي مع الساعة في تمام التاسعة. طيب أم بيجي مع مين؟ كبر كده وصغر معايا. أم بيجي مع اليوم، صغر شوية. اليوم عبارة عن أجزاء اليوم اللي هو الصبح والظهر قبل الظهر وبعد الظهر، وبعد كده التاريخ. تمام. ان تيجي مع كلمة ان دير ناخت او ان دين فيرين في الاجازات، فون بيس من الى، من الى ايه؟ من اليوم، من الحد للخميس، من الساعة 5 للساعة 9، من الربيع للخريف. كل دول بسأل عنهم بفان اللي معناها متى. وعندي كمان حاجة اسمها يدن تاج. يدن يعني كل، يدن تاك كل يوم. طب يدن موجن كل صباح، يدن ابند كل مساء، يدن اخت كل ليلة، طب يدن فخايتاك كل يوم جمعة. تمام. يدن فوخن اند، يدن فوخن اند كل ويك اند. نكمل مع بعض. عندي فعل اسمه اربايتن، او ايش اربايتا الس دويتش ليرا، انا اعمل. ده تصريفه عادي جدا، بقول ich arbeite heute Abend. تصريفه du arbeitest er sie arbeitet ihr arbeitet. حد هيقول لي ما احنا بننطقه عادي، بس انت بتزود هنا معايا حرف ال A. بص لو شلت حرف ال A دي تبقى arbeitest، مش هتعرف تقولها. طب مع er sie arbeitet تتت ايه ده؟ مش هتعرف تقولها. فانت بتاخد النفس الصغير ده arbeitet، ده هو حرف ال A في أي فعل بينتهي أصله بتي أو دي أو تسي ها إن، وأنا بصرفه مع دو مع إير إزي مع إير، بحط له إيه في النص. زي مين؟ زي بيلدن. يعني إيه أصل الفعل؟ زي بالظبط مصدر الفعل في اللغة العربية. المصدر من استخرج إيه؟ خرج. المصدر من أربايتن إيه؟ أربايت. المصدر من شبيلن شبيل، بيلدن بيلد، مخن مخ. لما أحذف الإيه؟ الإيه إن. فلو انتهى أصله بتي أو دي أو تسي ها إن، بيلدن أربايتن، وأنا بصرفه بزود حرف الإي. تمام؟ تمام. عندي فعل اسمه فانزين. طبعا الناس المذاكرة شاطرة هتقول لي ده خلاص دي للترمبارن فيربن، الأفعال المنفصلة. يعني إيه الفعل المنفصل؟ يقول لي بص يا سيدي، بقول إزاي هويت أبند فعل، إزاي هويت أبند فعل، بحط زين رقم اتنين وهايت ابند بتيجي هي بقية الجملة، بعد كده فرن في آخر الجملة. انت كان عندي زين ده فعل أصلا، دي تصريف خاص. يعني بقول ايش زي تو زيست ار زي زيد ايا زيت، فبيتغير زي ليزن تو ليست ار زي ليست، الاي بتبقى اي اي، لكن فرن كده او كده ثابت في الاخر. خدني ايه افعال تاني احنا من الترمبارن فيربن بقى؟ قال لك استنى بس قبل ما خدني على الترمبارن فيربن فكرني كده. زين ده كنت خدت زي واحد زيه زمان شبخشن واسد، بس كان الايه بتتغير بتبقى اي، تبقى دو شبخيشست اللي معناه يتكلم او شبخيشت، ودو ايست او ار زي ايست اللي هي ياكل. طيب تعالى كده نكمل مع بعض حاجة صغيرة. الافعال اللي زي فرن زين كنت خدت فعل einkaufen يتسوق، aufräumen يرتب، aufstehen يستيقظ، anfangen يبدأ. طب بص كده معايا واقرأ الجمل دي كده وقول لي ايه هيتحل. خد ثواني كده، اسيبك ثواني تقرأ، تعال نشوف مع بعض. jeden morgen ich mein Zimmer auf، جيدي مورجن ايش ماين سيما اوف. الفعل عندي اسمه ايه؟ الفعل عندي اسمه
auf räumen. تمام، يرتب أو ينظم. طيب was machst du gern؟ ich sehe gern. ich sehe gern إيه؟ فعل اسمه فعل sehen. ich sehe gern فعل. بعد كده die Kinder räumen das Zimmer. محلولة بقى، لأن لسه حالا عامل العكس فوق. ها auf. تمام. ich meine Mutter an. عندي فعل واحد اللي هو يتصل بالتليفون اسمه ايه؟ anrufen. فايش روفه. تمام. في الامتحان هيجيلي 6 أسئلة جراماتيك، خلي بالي، وأربع اختيارات إجابة واحدة بس هي اللي صح. تيمو أخت نسيب نقول أوف، الفيرب اسمه أوف شتين، وده تيمو يبقى شتيت. تمام. دي شولة بيجينت. إيه ده؟ إم أم بيس أخت أور فيفتين، الساعة يجي معاها أم. طيب فرايتاج هابن فيا كايني شولو، أيام الأسبوع بيجي معاها ها. تمام. أم طيب تسين بس فياتل نخ تسين و استي باوزو. أنا عندي بس دايما لما عندي بس أروح كده أبص على إيه، على فن من 10 لإيه لعشرة وربع. نخت شلاف إيش، وده استثناء، محدش يقول لي النخت هحط معها أم، لأني بقول in der Nacht و in den Ferien. ist es jetzt 7 Uhr 4 اللي هي ايه؟ ja es ist jetzt kurz nach ولا فور، مش هي عدت 7 تبقى ايه؟ nach 7. برافو علينا. ممكن بقى سيادتك تراجع دول تاني وتوقف الشاشة وتحلهم وبعدين تتأكد من اجابتك. تعالوا نروح مع بعض كده برضو شوية مواقف. يلا يا سيدي، مش مبقاش كله جراماتيك ورا بعض. هنا في الامتحان طبعا هيجي لي 3 أسئلة مواقف، كل سؤال عليه 5 إجابات، إجابتين صح، فيبقى السؤال عندي ب6 درجات. أبص كده إس إس ناين أور ناين أور، يبقى يا مان ده فراكت ناخد هيركونفت. لأ سايد دور الوقت المستغرق. طب هيكون في الموطن. طب اورت سايت، حد بيسأل على الساعة، صاحبك بيسأل على الساعة. اه طب يمان فراكت نخ ديم اورت على الأجازة، ولا في شبيت استئيس. قال لك والله في إجابتين، حد بيسأل أو الساعة كام. تمام. سي فراجن، خد بالك أنت اللي بتسأل. سي فراجن ناخدين اوفنون سايتن، تسأل عن مواعيد العمل، مواعيد الفتح، المكان مفتوح من امتى لامتى. فان ايست براكسس دي اوبنت، مواعيد، وفان اكيد دي صح. انا هبص كده بعينيا في 3 فان، اكيد في 3 منهم صح، بس اكمل. فو ايست براكسس، فو اين، ما ينفعش. ايست براكسس ان دو اي ده مكان برضو، وهنا اصلا سؤال بدأ بالفيرب، فاكيد الاثنين دول ما ينفعوش. فان هاز تو سايت، ملهاش علاقه، لكن فان زين دي اوبن سايت دي واضحه جدا ومباشره. انا عندي الاولى والاخيره. von 8 Uhr 30 bis 16 Uhr 30. يبقى أنا بسأل على إيه؟ wo ist das Restaurant؟ wie viel Uhr ist es؟ كم الساعة؟ من إلى؟ ما ينفعش. wann ist das Restaurant geöffnet؟ أو والله ممكن صح. wie heißt das Restaurant؟ ولا bis wann ist der Kurs؟ إيه ده؟ كورس وريستورانت إزاي؟ هو فوق في السؤال حدد لي هو بيتكلم عن إيه؟ لا خلاص، يبقى ممكن يبقى ريستوران، ممكن يبقى الكورس. نمرة 4 هويتي ايست زون تاك، هويتي ايست زون تاك. يبقى انا بقول يبقى هنا ايه؟ يمان ده فراكت ناخ دير يارست سايتن، اللي يسأل على فصول السنة، ولا فوخن تاجي ايام الاسبوع. اه صح ده ممكن، ولا يمان ده فراكت ناخ اورت سايت الساعة، ولا يمان ده فراكت ناخ ديم داتوم تاريخ، ولا ايه مان فراكت فاس ist heute النهارده ايه. بانت جدا، بانت. تعالوا كده نكمل مع بعض المواقف، هناخد كمان يعني 5 مواقف كمان. زي فراكن nach dem Wochentag، انت بقى اللي بتسأل على اليوم. يبقى دي تاج دي ووخي هات 7 تاج، ولا فاس ist heute، ولا وين جيست تو هويته، ولا ام زونتاج، ولا 7
بس عايزين نعدل زي بين دي ونخليها زون تاج عشان تبقى هي دي طبعا الإجابة الصح بتاعتي. ما ينفعش أقول زيبن برضو تبقى هي الإجابة الصح. زيب خاجن نختم بجين دا بارتي، بداية الحفلة. بداية يبقى فان بيجينت، أكيد فان بيجينت. فين فان بيجينت؟ أدور عليه. أي فان بيجينت دي بارتي، أكيد دي معايا صح. فاس استي بارتي، لأ. فو استي بارتي، في استي بارتي، وفين تي بارتي؟ أن إيه ده؟ ما الفيرب اسمه أن فانجن، يبدأ أن فانجن. أنا عندي الأولى والأخيرة تمام، بس إيه ننسقها كده عشان إيه الدنيا تبقى مظبوطة وأنتوا فرحانين بتتفرجوا. طيب نكمل كده. أم زكس أور يمان دفعت، حد بيسأل يقول أم زكس أور، خلي بالك من زكس أور. فان بيجينت فيلم، فان بيجينت إمتى الفيلم هيبدأ؟ يبدأ في السادسة. أه في فيند ستودنت فيلم، لأ. في لانج داورت، كام مدة؟ لأ. في استر فيلم، فان فينج تا فيلم ان، على ده ما الاثنين طلعوا عكس بعض، هي كده صح. فان بيجينت وفان فينج. زي فراجن ايرن فرويند نان زاينن اكتيفيتيتن ام فوخن اند، تسأل صاحبك على الاكتيفيتي بتاعته في الويك اند هيعمل ايه، فقول له فاس ماخستو ام فوخن اند. ايه ده، ده انا حليتها. فاس ماخستو ام فوخن اند ده سؤال. طيب فان هابن دي دويتشن فوخن اند، هاست تو سايت ام فوخن اند، ايش هوري موزيك. هيقول لك ايه صاحبك بقى؟ هيقول لك ايش هوري موزيك، ويقول لك باسكت بال. انت بتسأله فهو يقول لك ايه. هابن سي ام خاي تاك تساي، يبقى ايه ماند فراك ناخ. عندك وقت يوم الجمعة؟ حد بيسأل على ايه؟ فون اورت كان السكن فر ابريدونج، عايز يعمل معاك ميعاد ممكن. التر العمر، دور المدة، ترمين موعد، في ابريدونج ترمين. في ناس تقول لسه ترمين دي مش عارفها، استبعد. عندك التر ما تنفعش كعمر، دور كمدة، فون اورت كايه مكان السكن. يبقى انا عندي فر ابريدونج وترمين اللي هي ميعاد تمام. تعالى ما نشوف مع بعض هنا ماين تاج، طبعا من المواضيع اللي متوقع ان هي تيجي. ماين تاج او تاجز ابلاو، تتكلم على اليوم بتاعك او تتكلم على التاكس ابلاو بتاعك، يعني مسار اليوم بتاعك كله، وممكن تتكلم على حاجه جزء من اليوم بتاعك سواء يوم مدرسي او يوم دراسي. احنا هنا تقريبا عاملين موضوع، طبعا انت بيجي لك الموضوع عليه درجتين، الايميل عليه درجتين، والاوف ذاتس عليه برضو درجتين. فهو هنا بيقول لي فاس ماخستو ام مونتاج، هتعمل ايه يوم المونتاج تمام. اوف شتين استيقظ، فخو بدري، فخوشتوكن يفطر، اوف خويمن يرتب، شولة مدرسة، هاوس اوف جابن الواجب، فان زيهن ام ابن شلافن. هنا كاتبين موضوع طويل شوية بحيث ان احنا ناخد بالنا هنعمل اليوم كله، عشان لو جه قال لي اتكلم عن المدرسة يبقى انا عرفت ازاي اكتب ده، اتكلم على الاجازة او الويك اند ازاي اعرف اعمل ده. بس اهم حاجة ياخد بالي المنطقية في الترتيب، ما تقوليش انا رحت المدرسة بنتي تقول انا صحيت من النوم. هتصحى من النوم، هتفطر، هتروح المدرسة، هترجع من المدرسة، هتعمل الهومورك، هتتفرج على التلفزيون، هتنام. لازم يبقى الترتيب كده تمام. فنشوف مع بعض ايه الملاحظات المهمة عندي. من الاسماء بتتكتب كابيتال، اي حاجة ليها ارتكل بتتكتب كابيتال، الكلام كابيتال، الافعال سمول، الحروف الجر كلاين. في نفس الوقت اخد بالي ان اول الكلام دايما كوز. فشوف كده ايش ستيه ام زكس او اوف، ايش خايمه ماين سيما اوف، ايش فروشتوك ام هالب زيبن، ام زيبن او جي ايش ان دي شوله، در شول تاج بيجينت ام 8 او، ايش هاب يدن تاج 6 ستوندن 6 حصص يعني، ام 7 او جي ايش نخ هاوزه. عايزين نحاول كمان عينينا تاخد على الجمله دي، يعني ممكن اخليها 9 او او اخليها فيرت سين، عشان تبقى انت عارف ان فيرت سين دي اللي هي ايه، 2 الظهر يعني تمام. جي ايش نخ هاوز، ايش اس ميت دا فاميليا، ام ناخ ميت تاك ماخ ايش دي هاوس اوف جابن، ام ابند زي ايش فان، ام 11 اوه
جيش انس بيت. ده الراجل ساهر جدا، واحنا ممكن الف اوردي نعمل ايه يا شباب؟ اعملها كده، عايز اغيرها معاك دايما عشان تبقى واخد بالك. تعالوا بقى نخش على الجزء المهم جدا عندي في الريفيجن المره دي، اللي هو بس بيرفكت. البيرفكت بيتكون من ايه؟ تعالى كده اما نشوف مع بعض. بقول هي بلايز، احنا بنجلس انجلش، لا هي بلايز الفعل في المضارع. الماضي بتاعه بقول هي هاد بلايد، صح. هاد هنا فعل مساعد ملوش اي معنى، مع ان هاد هي المضارع هاف يعني يملك، وبلايد ده شكل imperfect اخره اي دي، صح كده؟ صح. لكن كلمة لعبة كلها معناها ايه؟ هاد بلايد على بعضها، تمام. نفس الكلام في الألماني، بقول هابن وبستخدم، بحط هابن رقم 2 زي هات كده، وبحط التصريف الثالث ام اند في آخر الجملة. طب تعالى ما نشوف مع بعض شكله عامل ازاي التصريف الثالث ده، تعالى ما نشوف مع بعض. بقول ايش لارن انجلش دي هويته، جستن هابي ايش انجلش كلام. البرفكت بقى ليه شكل، اوله جي اي وفي الاخر تي، غير الانجليش اخره اي دي. ار لانت ار هات كلام، زي شعبت زي هات شخيبن، الاي اي اتعكست، تمام. بص كده معايا، في حالات خاصة بالبرفكت وتصديق مع الافعال. بص، اولا في كلمات بتدل على البرفكت، هي جستر امبارح، فور جستر اول امبارح، فوها قديما، لاتست زي لاست. بص كده يا سيدي، لان جلانت ممكن يبقى شكله كده، اربايتنج اربايتد، الاي تي في الاخر يعني، ممكن اقوله جي اي وفي الاخر تي، ممكن جي اي وفي الاخر اي تي. ليزنج ليزن، خد جي اي بس، ممكن يبقى شبراشن شبراخن، الاو اتغيرت اللي بقت او يعني، وممكن يبقى بيزوخن بيزوخت، ما خدش جي اي اصلا وخد اي تي. فدي بعض انواع الافعال اللي انا لازم ابقى حافظها كويس جدا. اللي بيحصل، انا بحط هابن زي ما اتفقنا رقم 2 وبصرفه، يعني لو انا شلت ايش هنا هابي، لو دو هاست اير ايزي هات فير هابن وير هابت، تمام. لكن التصريف في اخر الجملة تصريف ثالث زي ما هو، تمام. نكمل مع بعض، تعالى كده نتدرب على شوية افعال وتركيبات للبيرفكت. تعالى ما نشوف كده مع بعضينا سيادتك هتعرف تحل ازاي. وقف الشاشة الأول وإيه، وابتدي تحل لوحدك، وبعدين قارن الإجابات اللي إحنا قلناها بعد كده. يلا طيب، يلا مع بعضينا. ها عندي دو ادفاست فور مارك جي هيرت، عندي دو دي سهلة، تصريف هابن مع دو تبقى ها اير هات جستن اني ايميل، الايميل هعمل له ايه؟ اولا عندي هابن، يبقى انا عندي في اخر الجمله مصدر ولا تصريف ثالث؟ تصريف ثالث، يبقى يجي شيكت يجي كاوفت، هشتري الايميل ولا هبعته؟ عندي بعد كده ايش هابتس فاي بروتشن، فاي بروتشن اللي هو العيش الكايزر، هعمل لهم ايه؟ جشخيبن جيجسن جترونكن، ها جيجسن هاكلهم، الماضي من اسم. ايش هاب دين اوفزاتس، الموضوع المقال، وعندي هابن تصريف تالت، يبقى فين في دول تصريف تالت؟ بص شخايبن شخايبه شخايبه جشريبن، ماين فريند هابن بوشا، ماين فريند هابن بوشا، ايه هيعملوا ايه بالكتب؟ جترونكن جيجسن ليزن ولا جليزن؟ ما تخليهاش ان اخرها ايه ان، لازم اقولها يكون ايه جي ايه. جستا هات ماين زون اينن انتسوك، وقلنا انتسوك يعني بدله، ومن الكلمات اللي مهم ان انا احفظها لان هي بتجيلي كتير وباشكال مختلفه. عمل ايه للبدله؟ كاوفت كاوفن كاوف جي كاوفت، التصريف التالت. في هابن اونكل احمد بزوخن بزوخست بزوخه بزوخت، عندي ده هابن من الافعال اللي بتحيرني، لان هو في البيرفكت ما بياخدش جي اي وبياخد ها تي، تي مش اس تي، خد بالك.
طيب بعد كده عندي إير أينين تي، هيعمل إيه للتي؟ أكيد هيشربه. وعندي هنا هابن مع إير تبقى هات، والتي يبقى كتخونكن، الماضي بتاع تخينكن. ألي ألي يعني الكل، الجميع يعني جمع. ماين شلوسل جزوخت، المفاتيح بتاعتي. وزوخن يبحث، كل الناس بتدور على المفاتيح بتاعتي. يبقى ألي هابن. لورا هات أم واجن نيشت، إيه اللي لورا ما عملتوش الصبح؟ جمخت ما عملتش الصبح، ما عملتش إيه؟ جهرت ما سمعتش، ما سمعتش مين؟ ولا ما فطرتش؟ جفخشتكت، الماضي بتاعت فخشتكن. Wir haben gestern Deutsch getrunken, gegessen, gemacht ولا gesprochen؟ كلمنا امبارح ألماني شوية عشان نطور اللغة بتاعتنا وننميها. Wir haben am Wochenende 3 Stunden Tennis إيه؟ gearbeitet, gekauft, gelesen ولا gespielt؟ لعبنا. هاجي للجزء اللي بعد كده اللي هو antworte auf die folgende E-Mail in ganzen Sätzen. أكمل الإيميل، أرد عليه بجمل كاملة، تمام؟ طبعا عليه برضو درجتين، لو رديت شورت أنسر غلط. عندي هالو بيترا، وعندي ولاء. في جيتس دي، إيش بيم ولاء أو سجبتن، إيش هابي فيلي فراجن. كل السطر اللي أنا قلته ده أينلايتنج، مقدمة ملهاش أي لازمة بالنسبة لي. فين المهم؟ التلات أسئلة. Wann beginnt die Woche in Deutschland? Wie lange dauert der Schultag dort? Was ist dein Lieblingsfach? Und was machst du am Wochenende? حد هيقول لي ايه الاسئله الكتير دي؟ يا سيدي ما انا بقول لك هيجي لك في الامتحان سؤالين او ثلاثه، احنا هنا بندربك على اكتر. اهم حاجه، اول حاجه اعملها ايه؟ هلو ولاء، واكتب تحت ايه؟ بيتخا. ارد على فيجيت ستير دي؟ لا مش مهم. الاسئله هي اللي بعديها. طب اقول مونتاج بس غلط، ما تاخدش درجه. اقول مثلا زكس شتوندن، ما تاخدش درجه. اقول دويتش، ما تاخدش درجه. اقول ايه؟ بص يا سيدي، اقول كده هاي ولا دي ووخه بيجينت ام مونتاج ان دويتشلاند، جمله كامله. ماين شول تاج داورت زكس شتوندن، تمام؟ فون 8 اور بس 14 اور. ماين ليبلينجز فاخ ist Mathe und ich sehe gern am Wochenende Fair. تمام؟ يبقى خد بالي من حاجة مهمة، إن أنا الكابيتال والسمول بتوعي مظبوطين، في نفس الوقت جاوبت الجمل كاملة. صعب كده؟ مش صعب خالص. أنا كده النهاردة قدرت نراجع مع بعض الأولد سايت، الإن أوفيسيال الأوفيسيال، الرسمي وغير الرسمي، كريم بارم فاربن، ونقول تاني مع بعض، رجعنا مع بعض الأورت سايتن، الرسمي بقول الدقايق الأول ولا الساعة الأول؟ لا الرسمي بقول الدقايق الأول، لا ركز، الرسمي بقول الساعة الأول وبعدين الدقايق وبحط كلمة أوع في النص، غير الرسمي بقول الدقايق الأول وبعد كده الساعة وبحط ناخ وفور. الترين بارن فيربن الأفعال المنفصلة اللي بتتكون من مقطعين زي أينكاوفن، أوفشتيهن، أوفرايمن، أنروفن، أنفانجن. بحط المقطع الأولاني في آخر الجملة زي أن وأوف أين، والمقطع الثاني بحط رقم 2 وبصرفه مع الفعل. وعندي أفعال زي فعل زين، فعل أربايتن، قلنا فعل زين زي فعل ليزن، بأفعال أقوياء وبيستقوا على دو وإير is زي الاي بتبقى اي اي، واربايتن وانا بصرفه مع دو اير زي واير بزود حرف الاي مع التصريف بتاعي. وعندي برضو بروبوزيسيون ام مع فصول السنه، مع السنه فصول السنه الشهور، وكلمه يار ام مع ايام الاسبوع اجزاء اليوم والتاريخ وكلمه بوخن اند، وام بتيجي مع الساعه وفون بس من إلى أي حاجة من دول، يعني من السبت للحد، من الصيف للشتاء، من 2010 ل 2020. وخدت البيرفكت مع هابن. إيه هو البيرفكت مع هابن؟ إن أنا التصريف الثالث بتكلم في الماضي، والكلمات اللي بتدل على الماضي عندي جسترن
فورجستن لاتست فوهر وهابن بيجي. رقم 2 يتصرف مع الفاعل، والتصريف الثالث في آخر الجملة، أوله في الغالب كي إي في الآخر تي أو إي إن. ورجعنا مع بعض الألتاج ستاتسيون المواقف، وعرفنا إن أنا هيجي لي 3 مواقف في 5 اختيارات، منهم إجابتين صح، ومن أهم الكلمات اللي لازم أعرفها اليمن ده فراكت ناخ ودو فراجست ناخ، أو في هايست فراج إيه هو السؤال، أو في هايست أنتفورت إيه هي الإجابة. وخدنا مع بعض الإيميل شخايبن أوف ذا شخايبن، الإيميل برد عليه بجمل كاملة، ما بردش بكلمات، برد بجمل كاملة. والأوف ذاتس أخد بالي من منطقية الكلام، لازم يبقى فيه ترتيب واستخدم كل النقط اللي هو مديها لي، وفي نفس الوقت أخد بالي من إيه اللي بيتكتب قوس وإيه اللي بيتكتب كلاين. تمام، شكرا ليكم النهاردة، وأتمنى يكون الجزء ده غطى جزء مهم من الريفيجن بتاعتنا. ان شاء الله الحلقه الجايه مع هير ايمن هيكمل معاكم بقيه اللي بدأناه في المراجعه. شكرا جدا ليكم، تشوز.